اهلا بيكم مشاهدينا، واول فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. نبتدي بالصحافه كالعاده، يكون مشرفنا الكاتب الصحفي استاذ محمد البعلي، نتناقش معاه في اهم تفاصيل صحافه 23 ابريل 2013. صباح الخير استاذ محمد. صباح النور، اهلا بيك. يعني عندنا النهارده اخبار كتير جدا، خلينا ناخدها بسرعه كلها الاول وبعد كده نفصصها واحده واحده. الاخبار الصفحه الخامسه، مرسي لا اقبل المساس او التطاول على القضاء. والشروق الصفحه الاولى، الرئيس غير متحمس لخفض سن القضاء. والاخبار الصفحه السابعه، المحكمه تؤيد النيابه في حبس مبارك والديب يطعن. والمصري اليوم الصفحه الاولى، خلافات الرئاسه والجماعه تؤجل التعديل الوزاري. والشروق الصفحة الأولى بنرجع لها، الرئاسة تصرح استقبال الرئيس في بيت بوتين دليل على خصوصية العلاقة. والأهرام الصفحة الأولى، قانون تملك أراضي سيناء لا يطبق بأثر رجعي. والمصري اليوم الصفحة 14، المستشار القانوني للرئيس مرسي يستشير الإرشاد في قراراته. والأهرام الصفحة الأولى منها خبرين، الدستورية تنظر حل الشورى في 12 مايو القادم. برضو الأهرام، استمرار الخلافات حول الصكوك بالشورى. والشروق الصفحة التاسعة، الموازنة الجديدة 11.5 مليار جنيه علاوة للعاملين، والسجائر والمحمول تزيد الإيرادات. والمصري اليوم الصفحة الأولى بنرجع لها، إحالة وكيل نيابة الجلد إلى التفتيش القضائي وإخلاء سبيل المتهم. وآخر خبر من الأهرام الصفحة الأولى، 600 إصابة يوميا بقصر العيني بسبب العنف. ونبتدي أخبارنا بأخبار رئيس الجمهورية. الأخبار الصفحة الخامسة، مرسي لا أقبل المساس أو التطاول على القضاء. والشروق الصفحة الأولى بتقول، الرئيس غير متحمس لخفض سن القضاء. طبعا هي معظم الجرائد وبالذات الحكومية منها أبرزت تصريحات الرئيس محمد مرسي حوالين موضوع القضاء، وهي بشكل عام تصريحات إيجابية. وهو بشكل عام الرئيس محمد مرسي طول الوقت، حتى من أيام ما كان نائب في البرلمان، هو كانت تصريحاته إيجابية على بشأن القضاء، وخصوصا أنه هو ظهوره السياسي كان تواكب مع ظهور تيار استقلال القضاء. ولكن أن الحقيقة يعني زي ما احنا متابعين في الفترة اللي فاتت، برغم المواقف اللي بتبقى معقولة كتير للرئيس، بس الجماعة الحاكمة تسيطر على مجلس الشورى وعلى اغلب وعلى القرار فعليا دلوقتي في مصر، مش واخده موقف كويس خالص. طب انا عايز اربط ده بالخبر رقم 7، يا ريت تجيبه لي، معلش انا اسف عشان انا بتعبهم معايا في الكنترول. المستشار القانوني للرئيس يصرح مرسي يستشير الارشاد في قراراته، فهل ده مرتبط بالكلام اللي طبعا المستشار جد الله هو طبعا قاضي في الاول واخواني كمان، وهو الحقيقه تصريحه ما اضافش جديد ان الرئيس مرسي بيستشير مكتب الارشاد في قراراته. ده امر طبيعي، دي الجماعه اللي رشحته، احنا بس عايزين نتاكد ان مكتب الارشاد كمان بيستشير الرئيس في قراراته، لان هم بيقدروا يمرروا قراراتهم بقى بغض النظر عن موافقه الرئيس ولا مش موافقته. والدليل على كده يعني هم الحمله، انا ما اظنش الحمله اللي عاملينها الاخوان في قنواتهم وعن طريق الاحزاب التابعه ليهم الدكاكين يعني الخارجيه، الفرنشايز الوسط والجماعه الاسلاميه والمكاتب الصغيره التابعه للاخوان دي، عامله الحمله فرنشايز، احزاب فرنشايز احزاب يعني وكاله خارجيه يعني بتعمل اللي هم عايزينه من غير يبقى عليهم هم مسؤوليه قانونيه. ده حاجه موجوده في البيزنس طول الوقت. دي مش معقولة هتكون عاملة الحملة دي كلها على القضاء ومقدمة قانون، والقانون يطلع من اللجنة المقترحات للجنة التشريعية للجنة العامة. كل ده مش هيتم، مش ممكن يتم من غير موافقة الإخوان، لأن اللجان دي، اللجان اللي أنا بتكلم عليها تحديدا، اللجان التشريعية المقترحات والتشريعية والعامة، دي لجان بيسيطر عليها الإخوان في مجلس الشورى. هو يمكن المستشار القانوني رئيس الجمهورية قال كمان أنه ما كانش مع مناقشة قانون السلطة القضائية دلوقتي، هو كان مع مناقشته لما الأمور تهدى والأوضاع تستقر، كان مفترض. هو الحقيقة أن الإخوان يعني تاريخيا بقى الإخوان كانوا ضد، قال كمان أنه الرئيس لا يستمع إلى مستشارين لا يأخذ بقراراته باستشارته. القانون السلطة القضائية ليه تاريخ طويل شوية في مصر، يعني بعد أول برلمان بعد الثورة كذا نسخة من قوانين لإصلاح الشرطة والإلغاء المحاكمات العسكرية والإصلاح المؤسسة القضائية أو تطوير المؤسسة القضائية، دخلوا لجان المقترحات في مجلس الشعب قبل حله، واللجنة دي كانت فيها أغلبية إخوانية، وكل المقترحات دي اترفضت لأنه
ساعتها أظن يعني كانت جماعة الإخوان عندها تصور أنها تقدر تستميل أو تستولي على المؤسسة الإخوانية زي ما هي، زي ما مثلا هي عملت لاحقا أو بتسعى لاحقا أنها تعملها مع مؤسسة الداخلية. لكن واضح أن الموضوع دوت لما ما نجحش، البروسيس بتاع يعني الخطوات بتاعته لم تصل إلى النتيجة المرجوة من قبل الإخوان، فقرروا أن هم يعملوا ويشنوا هجوم عليها عن طريق بقى مشروعات القوانين اللي مدعومة بمظاهرات ومدعومة بحملة إعلامية في بعض القنوات يعني اللي محسوبة على التيار الإسلامي وقريبة أو قريبة من الإخوان. بس واضح إنها معركة ضيقة، يعني هي معركة الإخوان وأحزابهم الأليفة بس، لأنه مثلا حزب النور امتنع خالص عن هو يخوض في المعركة دي، وأحزاب إسلامية تانية أصغر أو رموز إسلامية زي اسم خفاجي وغيره يعني امتنعوا عن ان هم يخوضوا في الموضوع دوت بسبب تعقيدات المسألة، وكمان بسبب الطبيعة بتاعت القانون. يعني مثلا طب هل حضرتك بتوافق على الرأي اللي بيقوله الكثير من الخبراء انه هو يعني ده الاسلوب، انه بالونة اختبار لاستبيان الرأي العام ممكن يكون ايه، وممكن سحب الموضوع وعدم يعني عدم تنفيذه، ولا حضرتك شايف الموضوع هو ازاي، بص ولا ده بداية هجوم مستمر لا لا يعني؟ هو اكيد بص، هو مفيش هجوم مستمر بدون هدف. هي الاخوان هيبتدوا معركة يمكن تطول ويمكن تقصر، هيكون فيها نقاط عالية زي ما بيعملوا، هم عندهم معركة مستمرة مثلا مع الإعلام، حتى الإعلام مسبير وهم بيهاجموه ليل نهار. المعركة دي سببها إن هم عايزين يعملوا حاجة بدون أي نقد، بدون أي تغطية للجوانب السلبية، هو فعلا يا فندم يعني بدون طرح. المؤسسات اللي حصل عليها هجوم في الفترة اللي فاتت بصرف النظر مين اللي بيهاجم، كانت الجيش، المخابرات، الإعلام، وأخيرا القضاء. طبعا بس انا فهي يعني انا أعتقد دول بتكلم أركان الدولة الأربعة اه يعني. اه انا بتكلم عموما عن اداء الجماعه يعني في الفتره الاخيره، كم شهر الاخير طبعا، لانه من بعد الثوره كان المواقف بتتفاوت. يعني هم انتقلوا مثلا بالنسبه لمؤسسه الجيش الكتله الاسلاميه الغالبه يعني من هتاف يا مشير انت الامير الى هتاف يسقط حكم العسكر، وده الهتاف اللي كان قبل ما اعلان نجاح مرسي على طول. كان الجموع الإخوانية في ميدان التحرير كان ساعتها بتهتف مع الثوار يسقط حكم العسكر، مع ان هم كانوا قبليها بشهور اظن في يوليو او يونيو 2000 يونيو يوليو يا يوليو يا اغسطس 2011 كانوا بيهتفوا مع السلفيين يا مشير انت الامير. ف يعني هم عندهم مواقف مختلفة على حسب مصالح اللحظة الآنية، وعشان كده زي ما بقول لك هم رفضوا قبل كده قانون السلطة القضائية في برلمان ما بعد الثورة، وبيحاولوا يسرعوا فيه دلوقتي في مجلس الشورى. طب حالة الشلل السياسي اللي احنا فيها دي هتوصل لغاية فين؟ يعني ده بياخدنا للخبر الرابع من المصري اليوم الصفحة الأولى، خلافات الرئاسة والجماعة تؤجل التعديل الوزاري. طب هل التعديل الوزاري هيبقى تعديل كامل، ولا زي ما احنا بنسمع نلاقي إشاعات كده طالعة وبعد كده تتسحب وبعد كده تطلع إشاعات تانية؟ بص ايه هو اللي هيحصل؟ موضوع التعديل الوزاري دلوقتي فيه أطراف متعددة، في كتلة المعارضة الرئيسية ممثلة في جبهة الإنقاذ اللي بتطالب بتغيير قنديل ومجموعة الوزراء الإخوان في الوزارة، كتلة المعارضة القريبة من النظام اللي بتطالب بتغيير بعض الوزراء منهم إخوان ومنهم غيرهم، زي صلاح عبد المقصود مثلا وزير الإعلام من الناس اللي في جبهة الإنقاذ وفي جبهة الضمير، الاتنين طالبوا بإقالته. في الضغوط الخارجية اللي انا اعرفه من كواليس اجتماعات صندوق النقد، هم بيتهموا حكومه قنديل بعدم الكفاءه وعدم النزاهه الاثنين، يعني انها ما بتديهمش معلومات وارقام تتمتع بنزاهه ومصداقيه، وان هم في المناقشات لا يتمتعوا باي كفاءه. الكلام ده حتى في جزء منه اتنشر في الجرايد المحليه، يعني مش بذيع اسرار يعني. فكمان في ضغط من صندوق النقد، مش هقول ان هو شرط للقرض، بس في ضغط ان احنا الصندوق زي ما يكون بيقول لهم يعني ان احنا مش واثقين ندي القرض والحكومه دي اللي تديره، دي لا تتمتع بالكفاءه. خصوصا ان احنا اللي طارحين الشروط، يعني احنا اللي عاملين الشروط بتاعتنا بايدينا، طبعا مش هم اللي فارضين طبعا علينا الشروط. اه. طيب نتنقل للخبر الثالث من الاخبار، الصفحه السابعه، محكمه تؤيد النيابه في حبس مبارك وديه بيطعن. طبعا هو الرئيس المخلوع حسني مبارك عليه قضايا كتير جدا، هو
كان مضى على قانون، طبعا هو اكيد ما كانش متصور ان القانون ده هيتطبق عليه، ان الحبس الاحتياطي يبقى مدته 2 سنين بس. وحتى دي فترة طويلة جدا، لانه في مصر السلطات، هو عادة السلطات بتسيطر على النيابة، السلطة الحاكمة او الحزب الحاكم بيحرص ان هو يسيطر على النيابة العامة، بتستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب. يعني ممكن تفضل تحبس حد احتياطيا 1 أو 2 أو 3 أو 4، ده كان في الوقت السابق يعني. وكان من ضمن خطوات قليلة قوي لإصلاح منظومة القضاء هو أن قصر الحبس الاحتياطي على 2. طبعا لأنه مبارك عليه قضايا كتير جدا، ما بين تشكيلة بقى ما بين فساد وقتل متظاهرين، وفساد دي بسبب طبيعة النظام القضائي المصري، فممكن تنظر كل قضية فساد على حدة، غير بعض الأنظمة القضائية اللي هي بتبص إنه عليه فساد في كذا كذا. وأنظمة تانية على فكرة مش مصر بس، يعني فيها النظام القضايا المتعددة ده. فعشان كده أظن في محكمة ده السبب اللي خلتها يعني إنها بتبص لكل قضية إنها مسار قانوني منفصل، فما بتحسبش المدة على بعضها. بس هنا يرجعنا تاني للنقطة بتاعت القضاء، لأنه آدي القضاء يعني في قاضي أول امبارح أو الأسبوع اللي فات تقريبا حكم بأنه مبارك تخطى 2 حبس احتياطي فمن حقه يخرج، لكن في قاضي تاني قال لا، ان هو مسار القانوني ده منفصل، فده حبس احتياطي جديد. فانهي فيهم بقى اللي محتاج يعني الاخوان هتقيس باي معيار؟ وغالبا الاثنين تحت 60، هتقيس باي معيار ان مين فاسد ومين كويس؟ يعني انا بصراحه مش عارف وما فهمتش هو ايه المطلوب يتعمل بالظبط. لكن ده بياخدنا بقى يعني حاجه مهمه جدا وخبر مهم جدا، اعتقد انه ده لازم يعني اللي هو بما ان احنا بنتكلم عن القضاء والقانون، فدي حاجه ما حصلتش من 1982، الخبر القبل الاخير من المصري اليوم الصفحه الاولى، إحالة وكيل نيابة الجلد الى التفتيش القضائي واخلاء سبيل المتهم. ودي سابقه يعني من 1982 ما حصلتش، يمكن حصلت مره واحده قبل كده. فتعليق حضرتك. بص، هو الموضوع احالته للتفتيش القضائي ده واضح ان هو انحياز من النيابه للقانون، لان هو القرار اللي اصدره وكيل النيابه، انا طبعا ما اطلعتش على سنده القانوني لسه، بس هو واضح ان هو ملوش سند في القانون المصري، لان العقوبات الجسديه الغيت من مصر تماما من سنين، حتى في السجن. يعني كان في السجن العقوبات الجسدية بعد ما ألغيت من المحاكم من القانون العام، يعني لا من القانون العام يعني القوانين اللي موجودة بتحكم بيتحكم بيها في المحاكم فضلت موجودة كعقوبة إدارية في السجون، وبضغط من منظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان اتلغت. طبعا كان جزء من المستفيدين من الغاء العقوبه دي هم التيار الاسلامي نفسه، لان هم كان فيهم اعداد كبيره، عشرات الالاف يعني كانوا موجودين في السجون، فهم استفادوا مع غيرهم من الغاء العقوبه دي. انا ما اعرفش هل الوكيل النيابه ده ينتمي للتيار الاسلامي ولا لا، بس هو بالتاكيد المسودات، احد المسودات اللي تم طرحها للدستور كانت بتسمح للسلطات انها تستند مباشره على الدستور والشريعه الاسلاميه وبعض تشريعات الشريعه الاسلاميه في اصدار الاحكام. لكن هل الوكيل النيابه اطلع على ده ولا لا؟ واضح ان هو النيابه العامه شافت ان هو اخل بالقانون، وبالتالي هي احالته للتفتيش. نتمنى ان احنا نقدر نعرف التفاصيل القانونيه للموضوع عشان نقدر نواجه الموضوع، لانه واضح ان في يعني اتجاه للعودة، اتجاه عام بقى حتى جزء منه جوه مؤسسات الدولة للعودة للعصور الوسطى. مش عايزين إعلام، عايزين قضاء يحكم بما يريده السلطات، عايزين عودة للعقوبات الجسدية اللي يتم التحرش بيهم هم اللي غلطانين، بدل ما يبقى في عقوبة ضد التحرش يبقى المتحرش ممكن يحط قانون. هو ازاي لغاية اللحظة الموضوع يعني ما تحطش ده قانون مش هياخد 5 دقايق؟ ده فكر العصور الوسطى، ان الست مسؤولة عن اللي بيجرى لها، بدل خرجت من البيت يبقى هي اللي غلطانة. ويعني واضح ان في اتجاه عام يعني جوه الحكومة ومؤسسات الدولة والجامعات الحاكمة، واكيد ده هم اثروا على بشكل ما ومتأثرين كمان بأفكار تقليدية في المجتمع. الافكار دي مختصرها كده هي العوده للعصور الوسطى. واتمنى ان احنا زي ما بقول في الاول والاخر انا مش قادر احكم على القضيه دي لغايه ما اعرف ايه السند القانوني اللي استند اليه وكيل النيابه، والنقد القانوني اللي قدمته اللي هتقدمه له النيابه العامه.
بنكمل أخبارنا. الخبر الخامس من شروق الصفحة الأولى: الرئاسة، استقبال الرئيس في بيت بوتين دليل على خصوصية العلاقة. بص، هو الرد ده حقيقة في قدر من الصحة، ان من المعتاد يعني كان الرئيس مبارك الرؤساء اللي هو بيعتبر ان في بينهم وبينهم معزة خاصة، يعني كان بيحرص على استقبالهم في بيته في شرم الشيخ او في قصره يعني في شرم الشيخ. لكن بشكل عام استقبال الرئيس مرسي والاتفاقات اللي طرحتها او بحثتها مصر مقابل الاتفاقات اللي قدرت فعلا تتفق عليها او توقعها، يعني فرق شاسع ضخم، وده امر كان متوقع. يعني بالنظرة بسيطة على الموضوع من نظرة سياسية بعيدة ومن نظرة إقليمية، مصر منخرطة في صراع ضد أهم حليف لروسيا في الشرق الأوسط اللي هو بشار. الرئيس مرسي أعلن بشكل واضح أكتر من مرة إن هو مع الإطاحة ببشار، وإحنا مصر دولة مقربة من الولايات المتحدة وبتحاول تعمل علاقات أوثق وتاخد قروض من مؤسسات مقربة من الولايات المتحدة زي صندوق النقد، ودولة على علاقة عندها يعني اتفاقية معاهدة سلام مع إسرائيل اللي هي حليف آخر للولايات المتحدة، وأهم أصدقائنا في الخليج العربي هي قطر اللي هي فيها قاعدة أمريكية ضخمة ودولة مقربة للولايات المتحدة. فإحنا بشكل عام في الحلف الأمريكي. هو رايح بقى لروسيا وطالب منهم مساعدات وعايزهم يقابلوه كويس بأمارة إيه؟ ده بالإضافة لو بصيت للتاريخ القريب، الإخوان المسلمين كانت على قائمة الإرهاب الروسي، قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب في روسيا. أي خبير سياسي، أي مستشار يعني كان ليه حد أدنى من المعرفة بالسياسة لازم يفهم أنه يعني روسيا ما كانتش هتستقبل مصر باستقبال جيد الا بطرح ضخم، زي مثلا الطرح اللي طرحه عبد الناصر، احنا هننقل من المعسكر دوت للمعسكر ده بالكامل. لكن هنروح بقى جو. طب ده بما ان احنا في المعسكر ده، خلينا ناخد بقى الخبر بمناسبه المعسكرات، وان احنا عندنا ملف كبير جدا مرتبط بالمعسكر والقلق اللي حصل حواليه اللي هو سيناء والاهرام. الصفحه الاولى بتقول: قانون تملك اراضي سيناء لا يطبق باثر رجعي. ويمكن احنا بنسمع طراطيش اخبار كده انه كان في هليكوبتر وكان في حادثه وكان في حاجات. ايه اللي بيحصل وحكايه قانون تملك الاراضي سيناء لا يطبق باثر رجعي؟ هو طبعا الخبر اهميته بالاساس ان هو جاي منشطة الاهرام، وهي طول الوقت هي جريده مقربه من النظام، ويرأس مجلس إدارتها واحد الأستاذ ممدوح الولي، وهو معروف بانتمائه للتيار الإسلامي ومقرب من جماعة الإخوان المسلمين طول الوقت. فعشان كده ده مصدر أهمية الخبر. هو خبر في حد ذاته كمعلومة هو مش حاجة ضخمة، لأنه الطبيعي أنه مفيش قوانين بتطبق بأثر رجعي. ده حاجة المحكمة الدستورية حكمت بها أكتر من مرة في الضرائب وفي التملك وفي كل حاجة، مفيش قوانين بتطبق بأثر رجعي. لكن مصدر أهمية الخبر وإبرازه، هو بيحاول يدي رسالة لشيء لأحد ما. معلومة بالنسبة لي حتى جديدة، أنا اللي كنت أعرفه إن في قواعد صارمة على التملك في كل سيناء بتمنع بالأساس المواطنين المصريين المقيمين في سيناء إن هم يتملكوا أراضيهم ومنازلهم. فإن يطلع إن في أجانب عندهم أراضي في سيناء وممتلكات، ده أمر محتاج توضيح اكتر بقى من الخبر. الخبر ده بيطرح اسئله اكتر ما بيطرح اجابات. مين الاجانب اللي عندهم اراضي في سيناء اللي خدوها سواء في وقت حسني مبارك او في السنتين اللي فاتوا؟ يعني لو في وقت حسني مبارك فده ممكن حاجه اضافيه يحاسب عليها هو وقيادات الجيش في وقته، ان طول الوقت سيناء وبالذات الجزء الشرقي منها بشكل او باخر تحت اشراف مقرب من الجيش. لو التملك ده تم في وقت لاحق يعني بعد الثورة، يبقى يسأل بقى في عصر مين؟ وهل ده مرتبط بالعمليات العسكرية اللي مفترض ان هي جارية، والأنفاق والأخبار اللي احنا بنسمعها طول الوقت؟ هو الموضوعين دول منفصلين، أنفاق والعمليات العسكرية. ما كان في ده لا انا بسأل على ده عشان مرتبطين في جزئية انه الأراضي الخمسة كيلو اللي جنب الحدود على حسب هيتم ده اتمنع فيهم التملك تماما على ما فهمت. على حسب ده هيتم لا طول كل سيناء كان التملك فيه عليها قيود شديدة. انا بقول لك اغلب المواطنين المصريين في سيناء كان طول الوقت مطلبهم
عايزين يتملكوا ارض. ده في مواطنين انا بتكلم خصوصا 5 كيلو بالذات اللي هي 5 كيلو من الحدود اللي هي يعني دي مفترض انه يعني سينا كلها حاجه وال5 كيلو دول تومتين. تلت شرقي تقريبا كله بتاع سينا كان تحت رقابه لاصقه من الجيش وتقريبا كان ممنوع فيه اي انواع من التملك، وده كان فيه عليه قيود شديده. يعني بقولت خليني برضو ابقى دقيق، يعني قيود شديده على التملك. مساله محتاجه توضيح، هل ده ليه علاقه بالانفاق ولا لا؟ ده ليه لو عرفنا الاراضي، لو في اراضي ملكت لاجانب ملكت في انهي وقت وملكت لمين هيبقى ليه علاقه. وتقال انه اقصى حاجه كان حق انتفاع كمان مش تمام. بالظبط. طيب بنروح للاهرام بقى ومجلس الشورى بتاعنا العظيم ومشاكله. الأهرام الصفحة الأولى: الدستورية تنظر حل مجلس الشورى في 12 مايو المقبل. وفي نفس الصفحة: استمرار الخلافات حول الصكوك بالشورى. هو الموضوعين يجمعهم مجلس الشورى. خلينا نبتدي بالأولاني، والدستورية تنظر حل مجلس الشورى 12 مايو. الدستورية على الأغلب من اللي أنا أعرفه من قواعد المحكمة الدستورية هي بتحكم بما هو قائم من قوانين وقرارات، ما بتحكمش في صحة هذه، قصدي من مواد دستورية وقرارات ترقى إلى مرتبة القواعد الدستورية، ما بتحكمش في صحة القرارات دي، هي بتحكم في صحة القوانين. وبالتالي مجلس الشورى تم تحصينه بالإعلان الدستوري، والدستور القائم حصن الآثار بتاعة الإعلان الدستوري بما فيها أظن بما فيها تحصين مجلس الشورى. فأظن أن المحكمة الدستورية على الأغلب هتحكم برفض الدعوة. بالنسبة لموضوع الصكوك، مش مفيش محتمل مفاجآت يعني؟ لا طبعا كل المفاجآت محتملة، أنا بقول الأغلب. لأنه طب إيه السيناريوهات التانية؟ يعني برضو عشان نبقى مع بعض يعني أوكي ده الأغلب، بس إحنا بما إن إحنا عايشين في مفاجآت دلوقتي مستمرة، فإيه اللي ممكن يعني إيه السيناريوهات التانية؟ السيناريوهات التانية هنخش في أزمة دستورية إضافية، اللي هو إنه ما يبقاش عندنا أي مجلس تشريعي. هو المجلس التشريعي ده بصراحة ما يعني خد بس صوت عليه 7%. شوف في جدل كبير حواليه يعني. السرعه والبطء في حاجات وحاجات بتؤخذ عليه. لا هو بشكل عام زي اغلب المؤسسات بتاعه الدوله وبالذات المؤسسات اللي بتسيطر عليها الاخوان، ما عندهاش لا الكفاءه ولا الخبره لانها تعمل الحاجات البسيطه اللي بتعملها، فبتميل زي مجلس الشعب اللي قبليه على فكره، يعني مش مختلف ان هو يسلق بعض القوانين وتطلع بايظه من ايده وما ينفعش تطبق، ويفضل يتباطأ في بعض القوانين لغاية ما الموضوع يقفل على صباعه. يعني هم قعدوا يلفوا حوالين نفسهم في قضايا فرعية، وعايزين نزود مرتبات أمناء الشرطة، وعايزين نلغي سنة من الثانوية العامة، وجي في قانون العزل راح مطلعه في 3 أيام، فالدستورية قالت له غير صالح. طيب نكمل بقى مع مجلس الشورى من نفس الصفحة، الأهرام الصفحة الأولى: منشط كبير، استمرار الخلافات حول الصكوك بالشورى. وأعتقد أنه الأزهر لغاية دلوقتي لسه ما فيش موافقة من الأزهر. لا الأزهر الأسبوع اللي فات لا هو إدى موافقة مشروطة، قال أنه بشكل عام موافق على القانون، لكنه بعد قراءة المواد القانون مادة مادة قايل كده بالظبط في البيان بتاعه، خلص الى ان فيه هو القانون محتاج مجموعه تعديلات عشان يصبح متوافق مع الشريعه. انا شفت تصريح على لسان رئيس اللجنه الماليه في مجلس الشورى محمد الفقي، انه رايه ان تعديلات هيئه كبار العلماء غير ملزمه للمجلس. يعني مش متأكد بقى قد ايه ده في مخالفة دستورية للدستور اللي دعموه الإخوان وحلفائهم، في مادة بتقول ان رأي الأزهر ضروري في بعض القوانين، وحزب النور تحديدا متمسك بالمادة دي جدا. الإخوان عايزين يفلفصوا يقول لك لا احنا دولة مدنية، احنا لا نقبل. احنا الله ايه المادة اللي انتوا كنتوا حطيتوا؟ انتوا اللي حطيتوا المادة، والناس وانتوا اللي اصريتوا ان الأزهر يبقى له هيئه كبار العلماء في الازهر تحديدا يبقى لها راي في القضايا. انا مش قادر افهم يعني المحكمه الدستوريه ليها رقابه سابقه وما تمش الالتزام بيها، طب وده وبرده والسكوك، طب هو ليه ما يعني ليه ما نعملش حاجه وتمشي عدل وتعدي المشاكل هو يعني، او نعمل الاصلاحات المطلوبه يعني. هو
بسبب الازمه السياسيه. خلينا برضو نلتمس يعني مش ده يحرك الجنيه. لا يعني انا بس يعني هو طبعاً مش ده التحرك السياسي ده يخرجنا من حاله الجمود السياسي نبتدي نتحرك كدوله والترسي يبتدي يعني, يتحرك. لا هو مش هيتحرك طول ما الازمات نفسها ما اتحلتش. يعني هو في تصور سياسي عند جماعه الاخوان ان احنا بس نعمل قوانين بسرعه تحل المشاكل و بس نعملها صح ولا احنا ولا يعني هم بيعملوها بطريقه تعقد المشاكل. يعني مؤسسه الازهر هي بالتاكيد مؤسسة محافظة ومحافظة بمعنى ان هي مهتمة بالدفاع عن رؤيتها الشريعة ومهتمة بالدفاع كمان بصفتها واحدة من المؤسسات المرتبطة بالدولة عن كيان الدولة المصرية. وطالما انه رأيها مطلوب زي ما رأي محكمة الدستورية مطلوب طب ما يعني ما نعتمد يعني ما نعمل آرائهم. هو ده المسألة. ده جزء انت طرحت الموضوع دوت عشان تسوق الدستور. قلت الدستور كل القوانين فيه او القوانين المتعلقة بالشريعة هتتعرض على الأزهر. لكن فوجئت ان الأزهر هيطلع بآراء مش عاجباك لأنه هو عنده رؤية مختلفة عن الإخوان وعنده التزام مختلف. يعني هو التزاماته تجاه قناعاته. الإخوان بما أنهم بيحكموا الدولة فهم التزامهم تجاه جهاز الدولة. هم متصورين أنهم أول ما يعملوا قانون السكوك هيفتح لهم خزنة ذهب. التصور السائد عند المراقبين ومنهم والخبراء وحتى الأزهر أن قانون السكوك ده فيه ثغرات هتسمح ببيع كتير من أصول الدولة أو رهنها بطريقة غير رشيدة. وبالتالي هم عايزين يحطوا قواعد. يعني أنا مش عايز أطول في الموضوع دوت بس مثلا طيب. هم حاطين حاجة الإخوان حاجة اسمها سكوك الوقف. إحنا ما عندناش قانون في مصر ينظم الوقف. ده جزء مثلا من انتقادات الأزهر. إحنا ما عندناش قانون ينظم الوقف. هتعمل حاجة اسمها سكوك الوقف إزاي؟ طيب عشان بس وقتنا تقريبا خلص بس عايز اخد الخبر ده الاخير الشروق الصفحة التاسعة الموازنة الجديدة 11.5 مليار جنيه علاوة للعاملين وده اكيد لجهاز للعاملين في جهاز الدولة والسجائر والمحمول تزيد الايرادات. انا قلت عشان حاجتين عشان العاملين العلاوة بتاعتهم وعشان ان السجائر غليت السجائر والمحمول والبيرة على فكرة يعني البيرة انا ماليش دعوة انا بقى لا على حسب الموازنة البيرة هتساهم ب1.5 مليار جنيه في الموازنة فعلا يشرب بيرة يبقى بيعمل واجب قومي عشان يزود ايرادات. بس هي الحقيقة ان الشروق واضح انها واخدة شوية جو الجرائد الحكومية وتطلع الحاجات الحلوة يعني في الموازنة. الموازنة دي غير عقلانية وغير رشيدة ومش هتمر ومجرد ما هتطرح الناس هتشوف. انا اتسربت لي نسخة من الموازنة شفتها ما صدقتش وبعدين لما اتطرحت صدقت. الحكومة متصورة نمو اسمي 20%. احنا ما عملناش ما عديناش الاثنين وكسور السنة اللي فاتت النمو الفعلي. هم متصورين نمو اسمي 20% بحساب التضخم النمو يزيد عن 8%. ده حتى ضعف التوقعات اللي قايلها هشام قنديل ان احنا هنعمل نمو السنة المالية الجاية 3.8. فدي موازنة مضروبة كده للاستهلاك الاعلامي. موازنة انا متأكد ان الموازنة دي غير التخطيط الحقيقي. وعشان كده انا لغايه الاسبوع اللي فات اتصلت باتنين اعضاء في مجلس الشورى هل وصلتكم الموازنه ولا لا؟ قالوا لي ما وصلتناش. فواضح ان في عدم شفافيه وسبب في عدم الشفافيه في مناقشه الموازنه دي ان هي موازنه مضروبه. ده على راي حضرتك وانا بتحفظ. واخر خبر مش محتاج تعليق بصراحه يعني الاهرام بيقول 600 اصابه يوميا في القصر في القصر العيني بسبب العنف فاعتقد ده مش محتاج اي تعليق. الكاتب الصحفي استاذ محمد البعلي بنشكرك جدا يا فندم ونتمنى يعني كومه المشاكل ولا الاخبار انا مش عارف تتسمى ايه دلوقتي تتحل عن قريب ونلاقي لنا مخرج من الازمه اللي احنا فيها. نورتنا يا فندم. ايوه بالعافيه شكرا جزيلا. نورتنا. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا في نهارك سعيد مستمره لغايه 11 صباحا بعد الفاصل على طول تابعونا.